اهدينا، وصلنا لمحطتنا الفنية. وصلنا لمحطة استثنائية ومميزة مع شخصية خارجة عن المألوف، وفارس أثبت حضوره بمختلف ميادين الفنون، ما بين الدراما بمختلف أنواعها وخشبة المسرح والغناء والتأليف والتلحين. رسم ملامح مشهد فني جميل، أكيد لا يستطيع الإلمام بكل تفاصيله إلا الكبير حسام تحسين بك. هو من جيل الزمن الجميل وجيل الرواد والمؤسسين، ومعه نبضة مؤشر الكلام على كل جميل نابع من القلب ليعود إليه ويلامس شغافه. تارة يرتدي عباءة الممثل، وتارة تردد حنجورته أغاني سكنت وجدان السوريين ومحبيه على امتداد العالم. ضيفنا اليوم تجاوز مرحلة العطاء والفن المتعدد إلى مرحلة أصبح فيها موثق للذاكرة الوجدانية الأصيلة التي نستحضرها اليوم وفق تداعيات جمالية تنساب من معالم الحديث معه. ضيفنا اليوم وصباحنا غير وصباحنا كتير مميز مع الفنان الكبير حسام تحسين بك. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. صباحك كل سنة وأنت سالم يا رب. كل عام وانت بخير. يعني بداية بما انه عم نعيد عليك استاذ حسام، خلينا نحكي فورا عن العيد. كيف عم تقضي العيد؟ عفوا، كيف عم تقضي العيد؟ صوت كثير هون في ضجة، ما فهمت عليك شو عم اقول. بما انه عم نحكي عن العيد وعم نحكي عم نعيد العالم، كيف عم تقضي العيد بين عائلتك؟ والله ما في نشاط زيادة بالعيد، يعني هو خاصة لسبب خلال رمضان كنا نحن عم نصور، يعني فطلعنا من رمضان للعيد متعبين، فعادي جدا يعني ما في نشاطات زيادة. إيه، فواحد عم يدور على الراحة أكثر من العيد صار. أكيد. نعم. أكيد أستاذ، خلينا سوا نروح ونخوض معك حديثنا. رح نتابع تقرير في لمحة عن مسيرتك الفنية من إعداد زميلتنا ميرفت أوشار. لي تاريخ كبير ومعطاء مع عمالقة من الفن السوري، صعب يمكن يتلخص أستاذ حسام بتقرير واحد، لكن أغنيتنا تلي ختمنا فيها هي الحاضرة بقلوب وذاكرة كل السوريين بيرددوها على طول. لما شفت التقرير حسيتك تأثرت وابتسمت، تذكرت لقطة معينة، خاصة لما ذكرنا أولادك كمان نادين وركان. يعني هي بقيت صحيح ذكريات، بس هي غالية كتير، ومرحلة من العمر كانت بالنسبة إلي يعني كلها شغل واجتهاد، وطبعا يعني بتترك بذاكرتك اللي بيأثرك أو بيغير بشكلي. أنا عم شوفها إنه في كنت مع أشخاص ارتحموا الله يرحمهم. صحيح. الله يرحمهم. إيه، والله يطول بعمر الأستاذ دوريد. يعني فيعني هي إلا تعمل اختلاط مشاعر يعني بهيك لحظة. نعم. أستاذ خلينا نحكي مع بعض عن حضرتك، يمكن عن كواليس حضرتك. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة، يعني حضرتك مو بس بتمثل بل أيضا بتتدخل بكل الأعمال وخاصة يلي بتخصك. خلينا نحكي قديش مهم الفنان يتابع حاله لحتى هو يوصل للمرحلة يلي هو بحاجة لها ويوصل رسالته الدرامية الصحيحة. هلا هو ما بنقدر يعني نحن مثلا نعمم. هلا في ناس، هلا انا حالتي انه عملت باكثر من مجال. من مجال صحيح. ايه، اما اذا شخص يعني عنده فقط ممثل، يعني هو بيقدر يمكن او على الاغلب بيركز تركيز كامل، لانه النقطه واحده والخط واحد. اللي بيشتغل على طريقتي، انا مو بشتغل يعني، هي جايه هيك بشكل عفوي، فإلا يكون في يعني تشتت، لأنه مرة بيلحن ومرة بده يكتب ومرة فما في تركيز، لكن هي جاي معي هيك كلياتها يعني بشكل عفوي. أكيد. أستاذ حسام خلينا نحكي اليوم كمان الدراما السورية، حضرتك من أعمدة الدراما السورية، ويمكن في صار تغيير بسيناريوهات الدراما السورية، دخلت الأعمال المشتركة، حتى الكوميديا اللي كانت غايبة عن الشاشة السورية رجعت اليوم. كيف بتقيم المشهد الدرامي اليوم بسوريا؟ مؤسف كتير حكي اللي بدي أحكيه. الناس كلها بتمشي لقدام بغض النظر عن الأزمة هلا. نعم. نحن الدراما السورية عم تتراجع. في تسيب بالكتابة،
ويعني لي ملاحظات كثيرة عليها صعب هلا الذكر، بسرعة الإنتاج، بضعف الإنتاج، ممثلنا ما عاد ركز لسبب، ما عاد ركز بعمله لأنه عم ياخد كذا عمل، وإذا ما أخذ كذا عمل ما بيعيش. فبشكل عام الدراما أنا برأيي الشخصي يعني قد يكون غيري إلى ملاحظات تانية في تراجع. نعم استاذ، يمكن كمان غياب ممثلين من الصفوف الاولى ودخول وجوه شابه جديده على الدراما، ولكن يمكن ما عم يتسوق لها بالشكل الصحيح. يعني في مواهب ولكن ما عم يتم تسويقها بالشكل الصحيح، ما بعرف ليش. اختي كريم، لا يعني انا بجوز بخالفك بهالراي. غياب الممثلين ما بيغير ولا بيبدل السبب. عندنا طاقة من الشباب، حتى في من القدماء يعني الكبار اللي مثلي او اصغر شوي كذا ما راحوا، موجودين وعم يشتغلوا. عندنا قدرات عالية كثير بالاداء، ممثليننا كثير 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 ممتازين. واذا عم اقول في تراجع بالدراما انا ما بقصد الممثلين. نعم صحيح. لا، فغياب الممثلين اللي برا لا ببدل ولا بأخر. في أمور تانية عملت تأخير، عملت تسيب بال، أو إذا بدنا نقول يعني صارت إنه عدم مبالاة، إنه العمل منباع أو في شركات ما عم تفرق معها منباع ما منباع، الأداء صار ضعيف. صحيح. تركيز ما في. يعني في ملاحظة صغيرة بالنسبة لي غير مقبولة من الآخر يعني. نعم. إنه في واحد بيقول لك أنا صاحب قضية، أنا صاحب ما بعرف شو إلى آخره، يعني هذه شعارات بتلقوها الناس، لكن بالنتيجة ما في حدا صاحب شيء. في شيء تحكمه الليرة السورية، ممثلنا بزعل عليه كثير لأنه هو راكد وراء لقمة عيشه. يعني اللي بقصده من الكلمه، ما عاد انت متبنيه خط فني، صار بفوت بده يعمل العمل ويطلع لانه بده يلحق غيره. ما في هدي اللي بدنا نحكي، اذا بدنا نحكي بقيم وشعارات هذا كلام يعني صفي مع كل اسف، ما نحكي الواقع. مداهنه ما بدنا، مسايره ما بدنا، لذلك نحن ما حنتقدم اذا بنضل مندهن ونساير. نحن عم نشتغل على هالطريقه هي. فنانيننا جيدين جدا، انما لقمة العيش عم تخليهم يسرع، عم تخليه ما يحط اهداف هدف معين. يعني كان مثلا ما يفوت الدور الا اذا كان الدور هو مقتنع فيه. صحيح. وبيعمل له شيء. هلا لا، هلا عم يفوت يشتغل في مصاري، هلا لكسب مصاري، هذه هي النتيجه. هي النتيجه بتعمل بشكل عام هبوط وتراجع بالدراما اينما كانت. يمكن مثل ما قلت استاذ حسام، لكسب الرزق يمكن غلبت الاداء، حتى انه مثل ما قلنا صرنا نشوف حتى ممثلين يعني بادوار ما بتلبق لهم او ما بتناسبهم. خلينا نحكي شوي كمان، حضرتك هلا فتت بعمل جديد، عمل بيئه شاميه اسمه الكندوش، عم تصوروا باربعينيات القرن الماضي، هي القصه القديمه. تحكي لنا عن مشاركتك فيه وعن اعمال البيئه الشاميه بشكل عام اللي هي يمكن طاغيه على الدراما السورية. لي هلا بدي اقول على شيء، انا يعني ما عم ايد نفسي او عم بعمل بروزه لشخصي، لا انا فايت بعمل اسمه الكندوش. نعم. وبلشنا تحضير. صحيح. هو يعني من كتابه حضرتك. نعم. هو عباره عن 60 حلقه. نعم. بالخط العريض تماما. انا صار لي من سنين تقريبا عم وجه ملاحظات. الملاحظات بالدرجة الأولى تخص الكتاب. أزمة السيناريو. شوفي هذا هي البيئة لا ملك أبي ولا ملك أبو حدا. هي ملك هي البلد. صحيح. ملك تاريخ هي البلد، ملك ناسا كلياتها. عم يقدموا البيئة تبعنا بشكل كتير تافه. خليني لا دقق على الكلمة تافه. نعم. وأنا معلش حكيت وبرجع بحكي.
مين عم يساهم بتقديم هاي البيئة بهذا الشكل يشبه تماما داعش. داعش بتدمر، خرب التاريخ، هدول عم يخربوا بيئة. هاي مو ملك أبو حدا أبدا، أكيد هاي ملك هذا الوطن، ملك تاريخ هذا البلد، ملك ناسه. فلذلك ما بيصير أنا عملت أنا عم أقدم، بكرة حتشوف الناس، طبعا مش قضية كلام، بكرة بيشوفوا العمل. أنا مو الأفضل لكن أنا الأصدق. هل في شيء مسجل بذاكرتك؟ أنا الأصدق، أنا جايب البيئة كما هي. نعم. صحيح ببيئتنا في سلبيات، نعم ما لي متغاضي عنها، لكن في كثير إيجابيات. يعني أنا عم شفت بالأعمال أنه طالعين المرأة السورية هي سرسارة تبع مكائد، تبع حكي ولت بدون طعم، يعني من الآخر. صحيح. خلينا نقول حتى رجال الشام متآمرين، هل عم تآمر على هاد واللي بده ياخذ ما بعرف شو من هاد؟ لا 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 ابدا، مو هيك الشام. مو معناتها نحن اذا بحاره فيها اثنين زعران منتك الضوء على الزعران اثنين وبنترك بقيه الحاره كلياتها. انا عم قدم عمل اسمه الكندوش، شركه قبند اللي حتنتجه اخراج الاستاذ وائل رمضان. عمل كبيره، عمل صادق كثير، حيشدك. مو انه ما في شيء يشد، لكن كثير 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 في الحقيقه. نعم. كيف الشام هي، كيف نحن، بكل البساطه بعجرنا وبجرنا. حلو. ليش تم اختيار اسم الكندوش او شو يعني الكندوش؟ هو الكندوش هو بشكل شيء مثل صندوق خشب كبير، خلينا نقول موشوري، اضلاعه فوق متر بمتر بمتر، له فتحة من تحت، هو بشكل مائل كله من تحت. نعم. بيعبوا فيه الحبوب. وفي تبنية يلي هي التبنية مثلا بهذاك الوقت كانت تعادل مثلا رطل، الرطل بيعادل كيلين ونص، فبيعبوا هي معيار. نعم. هلا هو مو مقحم، الاسم مو مقحم، لا الكندوش اسمه لانه في مشكلة عليه. فهو بمحور العمل. نعم. فلذلك تسمى باسمه. حلو. معلش خليهم الناس كمان يعملوا يعرفوا الكندوش، يعني مثلا مصطلح شامي. حل اذكر لك مثلا، لنفترض اجى عمل اسمه طالع الفضه، منيح. نعم. هلا الطالع، الطالع هلا في كثير ناس بيقول لك شو هذا الطالع، بالاخير قال له ان الطالع اللي فيه مي. انا ارجيهم الطالع تماما، كيف المي، شلون بتتوزع فيه المي، شو هذا الطالع. هي جاي مو لانه بدي ارجيهم، طالما عم بعرض البيئه تبعي وحكاية الحي، فلازم كل شيء بالحي يكون واضح وتعرفه الناس. فمقدم مثل ما عمل لك، مقدم شيء موثق تقريبا يعتبر. أنا ما بأخذ مراجع، بعتمد شو شفت على الذاكرة، شو شفت إيه اللي بعرفه أنا بشكل موثق وصحيح تماما. ومعلش برجع بعيد وبكرر، أتحدى أي شخص هو عم يشوف العمل يقول هذا مو مزبوط. حلو الواحد يعتمد على المصداقية وعلى أنه صادق، على عينه. نعم. وعلى ذاكرته وهذا الحقيقة، ويبين الشامة مثل ما هي، مو مثل شيء تجاري. عمل أختي الكريمة في المنوعات، ليش منوعات مو إقحام؟ لا بهذاك الوقت أنا مو بعيد الوقت كثير، بس ما كان في تلفزيون ولا في إذاعة. صح. كانوا سكان دمشق، عم بحكي عن دمشق، أنا هو يخص سوريا كلها بس باعتباري عايش بدمشق. مثلاً وقت يطلع كان في أسطوانة يقولوا الحجر هي. أيه. على صندوق السماع، فأي أغنية تطلع كانوا يحفظوها، البيوت تحفظها، مين ما كان يحفظها السبب. أيه. النسوان يغنوها بالاستقبالات، الرجال بجلساتهم، ما عندهم شيء تاني. صحيح. فمنها إجا أنه أنا طارح المنوعات بهذا الشكل، ليش نحفظت، شو كانوا يقولوا. فكتير طارح امور، ليش بعدها عايشه. إيه؟ يعني قديش مهم مثلا الاغنيه الاصيل تضل عايشة. لانه الاصيل بيعيش. صحيح. اكيد. نعم. اكيد. نعم. استاذ حسام، كمان حضرتك لك باع طويل بالمجال الغنائي، وايضا قدمت عده اعمال من خلالك او من خلال اصوات سوريه على دار الاوبرا، وشاركت بالعديد من الفعاليات. نعم. الاهليه لتحمل رسائل الوطن كمان وتراث، تحكي لنا كمان عن هذا الشيء. هلا انا قدمت بدار الاوبرا عمل سوري. وعندي عمل تاني محضره، بس ما عم بقدر لانه عندي شغل كتير. ما عم بدي اتفرغ له لانه صعب كتير، التاني اصعب من الاولاني. هو كمان
نصرة للأغنية السورية. نعم. أنا عم حاول ولو المحاولة هي ضعيفة، لكن مثل ما بيقول المثل بحصى بتسند جرها. صح. فأنا عم حاول أنه نعيد هوية الأغنية السورية. هاي البلد سوريا لها طابع خاص معروف بالعالم العربي، يعني كان قبل ما المذيع بالإذاعة يقول هنا دمشق اللي يفتح يعرف هون دمشق قبل ما يقوله. في طابع خاص للموسيقى، للهجتها، لأغانيها، لمصداقيتها. هاي بلد إلى 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 راية دائما دائما بأي وقت، خفاقة دائما. شاء من شاء وأبى من أبى. نعم استاذ حسام، من خلال مشاركتك او من خلال طرحك لعمل فن سوري يلي لاقى نجاح وصدى كثير رائع، عن جد اشتقنا، عن جد نحن بحاجه لمثل هيك عمل. اكيد بدنا نتشكر كل حدا ساهم بنجاح العمل فردا فردا. خلينا نحكي على شو اعتمدت بكلماتك المؤثره، باللحن، بالمشاركات، بالمشاركين ايضا بهذا العمل. هلا اول شيء بقول لهم كل اللي اشتغلوا اشتغلت انا وياهم كل سنة وهن سالمين، نحن على رأسهم. نعم. الأستاذ عدنان فتح الله اللي كان قائد الأوركسترا. حكيت أنا وياه أنه هيك بدنا نعمل، وكان في شيء أنا بالنسبة إلي مهم، أنه أنا بالعرض ما بدي أجيب نجوم. أنا قلت له المجموعة اللي عنده خليهم يأخذوا فرصهم. نحن عم نقدم مادة، ما بالضرورة يعني يجيب أنا اسم كبير يغني لي هاي المادة لتنعرف، لا. صحيح. أنا عم أقدم هاي المادة. فإحنا مثل ما قلت لك بالتعاون معهم، ومشكورين يعني دار الأوبرا كلها كمان على رأسهم الأستاذ جوان. صحيح. وزارة الثقافة هي اللي مولت، مشكورين كمان. لأنه هذا عمل مو إلي، هذا للبلد. كلنا يعني أنا وياهم سوا عم نسعى. فقدمنا يقولوا شيء قد يعني يكون اقل اقوى مدري شو، لكن هو يخص تماما الاغنيه السوريه. نعم. وتقدم بمواضيع، مو انه غنينا، لا، انه هاي الاغنيه ليش تغنت وكيف كانت تغنت وشلون كانت تتغنى. حلو. في شيء اجتماعي، في شيء عن ما خلفته الازمه من الاحبه اللي غادروا، وكثير ناس كانوا يعني اما بمرحلة خطوبة او الى اخره وتركوا بعضهم. فكان هو في بشكل عام اجتماعيا في اغاني مهمة. نعم. مهمة، لانه في اغنية من بيناتهم عم قدم على حالة هي سلبية بالمجتمع بشكل عام، ما بدنا نقول السوري، انه مثلا الصبية الصغيرة. نعم. لما بيجوزوها لواحد كبير. نعم. عم تحكي همومة يعني، لأنه هي حالة سلبية ما لازم تكون موجودة، لكن هي موجودة مع كل أسف. طب شو مصير هيدا العمل؟ يعني هالأغنيات وهالعمل الكامل وهالحالات شو مصيرها؟ هلا هي لحتى أنه يعني ما تكون هلأ بين الناس أو هلا هي قدمناها بفترات بعد منها صار عندي عدة لقاءات. أثناء اللقاءات إن كانت معي أو مع الأستاذ عدنان فتح الله صاروا ينزلوا منها. نعم. بس هو المفروض الهيئة العامة للتلفزيون يعني تركز على الأغاني، مو لأنه تبعاتي، لا، مثلا أغنية اجتماعية هي لازم يركزوا عليها أهم من أغنية حي الله يعني. أكيد. هي عم تحكي موضوع وفي توجيه أنه هذا لا تقربوا منه، هذا الشيء سلبي، هذا لا تعملوه، في رسالة توعية. إيه. وكمان مثل ما قلت لك قدمت يعني قدمت كيف بالبيوت المترفة كان يصير الحفل، لأنه نعم. كانوا ما بيروحوا بيسهروا بيجيبوا لعندهم. فقدمت شيء عن الصحراء يلي نسيانين الناس، وأهل الصحراء، أهل البادية، أهل الكرامة والشهامة، يعني ما تركت حدا. وشيء كوميدي كمان ترفيهي، وفي شيء كمان الاطفال عم يحكوا مع العالم، قالوا لي العالم بكيتنا، بس هذا واقع، شو بدي اعمل. اكيد. خلينا لكان بعد اذنك نسمع منك شيء من الاغاني هيك بالصوت الحلو نصبح على مشاهدينا. ان شاء الله بتسلمي، ما نعرف شو بدي اغني لك. يلي بدك اياه، اللي بدك اياه. هلا اللي بقدر اقوله دائما بغني لمحبوبتي هي الشام، بس يعني يلا كلنا سمع. ما بعرف هذا شغال مو شغال. شغال المايك. شغال المايك. يا شام يا عيوني
يا حنوني يا جنوني، ترابك من جدودي، هواك معبودي، انت اللي بتجودي وناسك سلام. ترابك من جدودي، هواك معبودي، انت اللي بتجودي وناسك سلام، وناسك سلام. الله سلم الصوت يعني استاذ، سلم الصوت الحنون. ان شاء الله بتسلمي يا رب. اكيد استاذ حسام، خلينا لك عن نحكي غير الكندوش، هل عندك اعمال تانية عم تحضر لها؟ في شيء جديد عم تحضر له؟ في كمان انا مخلص عمل كمان كوميدي. نعم. كمان بهداك الزمن عادة كوميدي عم يشتغلوا هلا بالازمان هاي. حاضر. لا هذا بزمن قديم شوية. ايه كوميدي يمكن بحدود 40 حلقة هو، يمكن بعد هذا العمل يعني حاكين فيه نحن ممكن نقدمه. ومثل ما قلت لك عندي عرض بدي أقدمه إن شاء الله إن الله راد بدار الأوبرا، إن شاء الله. بشارك فيه ممثلين وممثلات بغنوا. حلو. أي فهو عمل كمان يعني يخص مسرحي غنائي. نعم، انه مسرحي غنائي رح يكون تقريبا تقريبا، وبفكره هيك جديده ظريفه، ومثل ما بيقولوا يعني هو خفيف الظل. نعم. خلينا بما انه حكينا عن الكوميديا شوي، وحضرتك راعي الكوميديا ويمكن بتزرع البسمه بكل القلوب وبكل البيوت ايضا اليوم، خلينا نحكي يمكن شو نصيحتك لكل حدا يمكن حابب يدخل بمجال التمثيل، بمجال الكوميدي، لكل الكوميديا، الكوميديا كيف فيه يحافظ عليها، كيف فيه يكون صادق، كيف فيه يقدم البسمه؟ هلا من حيث المبدأ نحن بحاجة إلى بحاجة ماسة. صحيح. بتعرفوا كيف نحن ظروفنا، وبحاجة لابتسامة، بحاجة لضحكة، بحاجة لشيء يعني ينسينا ولو لفترة صغيرة بالنهار يعني. وجعنا. الكوميديا مشكلتها إنه ما فيها مزح، وهي على خط، إن مال هيك راح. صح. يعني ما فيها شيء اسمه وسط، يا بينجح وبتقبله الناس بيقولوا ظريف، او والله غليظ. صحيح. ما بتزبط مع الكوميديا كلمه غليظ ما بتزبط. فن قد يفكر العالم انه هو اقل او هو سهل، اقل من الدراما تبعنا، يعني هو اصعب انواع الدراما واقوى شيء. صحيح. اصعب الفنون، كثير سهل احكي لك قصة بكيكي، لكن كتير صعب ضحكي. صحيح، كتير صعب نضحك، وخاصة نحن مثل ما قلت بحاجة هلأ لأي بسمة، لأي فسحة. نعم. تفاؤل. نعم. خلينا نحكي استاذ حسام عن أولادك كمان، نادين وركان، هلأ بتعطيهم آرائك، بتنصحهم، بياخدوا رأيك بالأدوار، خاصة ركان مايل على الكوميديا، ونادين هلأ عم تخوض تجربة الإخراج السينمائي، فكمان تحكي لنا عن هذا الشيء. يعني أولادي من الآخر هيك، هن مسلسل كوميدي، هن بالبيت فعلا. نعم. ضحكتهم قوية. هلا في غايب عن يعني غايب عن الناس، انا عندي بنت اسمها انيا. انيا كمان هي لو كمان كانت مشاركه بالصبية هي لو عملت ممثله كانت بتعمل شيء رهيب بالكوميديا. دمها خفيف كثير، ومثل ما بيقولوا اهلي وين تدخل بيدخل الفرح معها. ركان ظريف كثير، كوميدي ظريف. نادين مبدعه. نادين بتلحن وبتكتب بتألف. نادين بس هي أخذ عني مني، لأنه هي جزء مني تمام، بتشبهني. الشيء اللي مو كويس هو الكسل وما في طموح، بين إيديها شغل كتير وما بدها تشتغل. الله يخلي لك يا هون. بدنا نصبح عليهم. وراكان كان ضيفنا من كم يوم، كان معنا اكيد ان شاء الله. هلا هو عنده عمل كاتبه هو. صحيح. وعمل اذا يعني انكتب له انه يظهر للناس حيترك اثر وبصمه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. طب كيف بتحاسب اولادك اذا غلطوا بمجال الفن؟ يعني رايك بيكون هيك مثل لا. مثل ما لا لا
لا في ممكن يصير حوار. اما القرار عندهم مو بس بالفن، بكل حياتهم. هن صغار كان في شده مني لانهم صغار ما بيعرفوا لسه، بس بعدين لما كبروا لا في حوار، بدور حوار القرار لهم قولا واحدا هي حياتهم. لكن انا الي انه حسب خبرتي او تجربتي او شيء احكي اللي عندي. نعم بياخذوا فيه ما بياخذوا فيه هي حكايه ثانيه. او هلا بما انه كنا عم نحكي عن العيد او يمكن كان معنا ضيوف قبل عم نحكي عن العيديه، بتتذكر كيف كانوا اولادك يجوا ياخذوا العيديه وهي التفاصيل؟ بتقول والله كبروا الاولاد هلا ما عاد ولا لهلا هلا انا ما عودتهم كثير على العيديه. لا كنت على الهديه. على الهديه كان نجيب لهم شيء بالعيد يعني. وهو يعني بعيده هن اكثر من الناس كلياتها، ما بيشبهوا لسبب. انا مسلم، زوجتي مسيحيه. نعم. فبعيدوا مع هدول بعيدوا مع هدول، هن معيدين تقريبا كل السنه. بس التعامل معهم يعني بالهدايا اكثر من العيديه اصلا. يعني هو هلا مظاهر العيد اللي بتحتاج مصاري كثير تقلصت. صحيح العيد كان شيء وصار شيء ثاني. نعم صحيح. الله يخلي لنا اياك والله يخليك بركه لنا كلنا. خلينا نرجع ونحكي شوي ونغوص بتفاصيل الدراما. يعني في شيء موجع ولكن في شيء ايضا بالمقابل بيرفع الراس مثل ما ذكرت حضرتك باداء بعض الممثلين اليوم. شو يعني اليوم كثره الاعمال عن الازمه السوريه، كثره مشاهد الدم بالدراما، كتر يعني تفاصيل حياتنا اليوميه صرنا نشوفها على الواقع وبالدراما ايضا. يعني هي النقطه قديش والله من كم سنه يعني قبل هلا انا ضد هالحكايه. نعم هذا رأي شخصي. يعني الازمه شاشات التلفزيون هرت الدنيا فيها هري. صحيح. وهرت اعصاب الناس تصديقا. هلا اجانا هاي الجواب. هاي الجواب. نعم. هاي جواب الجيش العربي السوري. فوق منها يعني برجع أنا بعد لهم المشاكل ومآسي الناس كلها، أرجيهم إياها من أول وجديد على الشاشة، ما هن عم يشوفوها بالأخبار، عم يسمعوها فلان وهون 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 قصص. يعني أنا بوقف لك أي واحد بالشارع بيعطيني 100 مسلسل. صحيح. تحكي لي 100 مسلسل وكل الناس نفذوا من القذائف، انا نفذت من ما في حدا. من فتره يعني من سنتين انا وزوجتي ناحل دمروز او شيء يعني ميرجان شيء ما بعرف والله بهالقرنه هون، وبتعرفوا زحمه السيارات واقف السيارات هاي النهر، نزلت القذيفه نوقت انا ومرتي ببعضنا لا بنقدر نمشي السيارة ولا متنا مثل العالم ما بنقدر نمشي. واللي يعني حظنا قوي انه هي ما اجت بين السيارات لا سمح الله، كانت روحت ناس كثيرة. فهي ما في حدا ما عم يعاني. نعم يعني المهم الحاصل بالنسبة مدموزيل للسؤال اللي سألتي، انا مو مع، ممكن نركز على نقط معينة نحن بحاجة نعرفها، اما مو مع والله عيد كل مآسي الناس على الشاشة ولو بكلمة شر البلية ما يضحك. صحيح. إنه والله عم ضحكهم، شو عم تضحكهم؟ بس أنت عم تعرض لهم أزمة، في ناس عم يتأذوا، شاف حاله شلون عم ينقل أغراضه وشو عم يركض وشو عم يبكي وشو أولاده عم يجر أولاده بالشارع. يعني أنا ضد هاي الفكرة نهائيا. طيب استاذ حسام من الاخر مثل ما بتقول من الاخير. شو بدها الدراما السوريه لترجع متالقه؟ يعني مثل ما قلت انت حضرتك باول سؤال قلت انه عندنا ازمه نصوص، ازمه واقع، ما عم يكون الواقع او انه المسلسلات عم تكون تجاريه اكثر ما هي واقعيه تمس المواطن. شو بحاجه الدراما السوريه كونك من اعمده الدراما تنصح كل العالم اللي هلا عم بدها تخوض هي التجربه، شو بحاجه الدراما السوريه؟ هلا بدي بس ركز على نقطة. نعم. ليش كنا وشلون صرنا؟ تمام. بسوريا في اسمها مراقبة، رقابة. رقابة والتفت. نعم. يعني نحن بحاجة لنص. هلا بعد ما صار في الفضائيات لا عاد رقابة ولا شيء، عم ينزل النص كما يعني في تسيب. نحن بحاجة لكتاب يكتبوا نص جيد. بالنتيجة انت تطلعي من العمل مكتسبه شيء، صح، فهمانه شيء،
بحاجة لشركات تكون شالت من العنوان الرئيسي السمة الأساسية إنه قضية التجارة، لأنه السمة هلا بشكل عام إنه أولا التجارة، لأنه هو بده يبيع وبده يحط مصاري، هاي بدها كان مين يشتغل على الشغلة. لذلك كانت الدراما التلفزيون السوري ما بفكر بهالقصة، كان يفكر ينتج. لذلك هلا نحن يعني من المسلسلات القديمة تبعنا على أيام الأبيض والأسود، راجعيهم هلا بتلاقيهم لهم قيمة، لهم قيمة، عم يقولوا شيء له قيمة. تماما، هي اللي عم يقولوا شيء، انه في محاولات بالاضاءه من عبر من خلال سكتشات عم يقدموها تحكي عن واقع، عن وجع بطريقه فكاهيه. بس مثل ما قلت حضرتك، مسلسلاتنا القديمه لهلا بنحضرها ولهلا بعدها عايشه، هذا السر يلي نحن يمكن عم نفتقده اليوم. ما عم اقول لك انه بدها نكون مثلا السمه الاساسيه اللي بدنا اياها لنعمل فن. نعم. فبده يكون في نص جيد. نعم. شركة تتبناه إنتاجيا بشكل جيد. يدفعوا للممثل بشكل جيد لحتى ما يشتغل بكذا عمل ويتشتت. يركز على عمله، بيركز على دوره. يعني هي الطلبات مو صعبة. نعم. لكن نحن يعني هلا ما فينا نلوم، نحن بأزمة معينة والحالة مثل ما حكينا قبل شوية، ما فيك ضبطة صعب هلا. لكن أتمنى ونحن إن شاء الله بإذن الله نحن بالمراحل الأخيرة من أزمتنا إن شاء الله يا رب، فأتمنى بعد منا نرجع إن نرمم نفسنا ونرمم نفسنا. نعم. يعني نستجمع حالنا تماما ونبدأ. المصريين عملوا هيك صحيح، هلا الدراما المصرية عم الدراما السورية تفوقت، رمموا نفسهم، لملموا حالهم، جمعوا حالهم، ركزوا على نصوصهم وفاتوا. صحيح، نحن بدنا نعمل نفس الطريقة. أستاذ حسام، كمان نحن شوية هيك طمعانين تسمعنا الشيء كمان بصوتك بعد إذنك، يعني حابين هيك كمان. لا أنتوا اليوم تنتضوا علي معنا. أكيد. شو بدي أقول؟ نحن صدقنا أنت ضيفنا ولا ما صدقنا؟ أنا كتير بحب نتالي كمان. نتالي. نتالي؟ إيه نسمع. يا. ناتالي قطعة اخبارها ما تشوفك عين، قالوا لي بعيد سفارها، قالوا بلا بازين يمين ياخدني دارا تبوس منها الجبين. نتالي نتالي نتالي. شكرا لك. صوت استاذ سلم الصوت. شكرا كثير لك. خلينا نوجه رساله من عملاق، نحن كلنا بنرفع راسنا فيك اكيد، لكل حدا يمكن كلنا مرقنا بظروف صعبه، ولكن كثير عالم هي الظروف اثرت عليهم، يمكن قعدوا بالبيت بطلوا يشتغلوا، في عالم كثير مبدعين بطلوا يقدموا شيء، احبطوا نفسيا، ولكن بالمقابل عم نشوف ناس مثل حضرتك، وايضا في عدد كثير كبير عم يقدم. اليوم شو نصيحتك لكل الشباب، لكل الفنانين، لكل الموهوبين، او شو هي العبره؟ ما بدنا نقول نصيحة، يعني خلينا نقول نحن شغلة هلا هو بشكل عام. إذا الواحد إجا عليه ريح ممكن يدبر حيط يدارى، إجا عليه برد ممكن يلبس شيء يدفي حاله. نحن اللي جاي علينا ما له اسم، إذا بدك تعنوني تحطي عنوان، هو تجاوز كل العناوين. صحيح. يعني لا بربرية ولا وحشي، تجاوز كل شيء. هاد ما له غير شغلة واحدة، هو الصمود. عم نحكي يلي أحبطه، أنا لا ما بتمنى على حدا قادر يعمل شيء ويقول أنا أحبطت، لا. نحن بدنا نصمد
بدنا نقاوم. نحن شعب ببلد إلى تاريخ سحيق، أمجاد كبيرة، فمعقولة يعني معلش هي تكالبت عليها الدنيا كلها. وهون القوة، هون القوة، هون الحسد يلي أصاب سوريا، إنه هل يعقل بلد تتكالب عليها الدنيا كلها وهي صامدة عم تنتج وعم تقدم وشعبها مثلكم هلا مبتسم وفيها برامج وفيها أسواق، واللي بينزل على أسواقنا بيلاقي خير. صحيح في غلاء ولازم الدولة مع احترامي إلها يعني ومساعيها تلاقي حلول لتجار الأزمة، حلول بقوة بشدة، لأنه في واحد مواطن فقير كتير بده يحصل بالنتيجة لقمته، وهو بهي البلد صامد. مثل ما قلنا إنه هي البلد صامدة، ناسا صامدة قوية إلى تاريخ قوي. فنحن بإذن الله يعني معلش خلينا نطمن يعني صحيح تعبنا، صحيح تشردوا ناس، صحيح ما بعد ضاعت بيوتهم، ضاعت شهداء الله يرحمهم، قدمت شهداء كتير وكل شهيد منهم بسوى الدنيا كلها. لكن لتبقى هاي البلد لابد من التضحيات. وإن شاء الله يعني مثل ما قلنا أنه يعني مثل ما بيقولوا ما بدي استعمل كلمة السياسيين الربع ساعة الأخيرة لا، بس نحن بآخر المرحلة أكيد يلي قدر يا رب يدحرن لهالمنطقة هاي قادر يخرجهم. يمكن أكيد كلامك ختامه مسك يعني أستاذ حسام، مثل ما قلت هالعيد له نكهة خاصة، خاصة بانتصارات الجيش العربي السوري اللي انعكست ارتياح وأمان على الشارع، عم نشوفها بوجوه الناس وين ما رحنا حتى، والناس رجعت تعيد، رجعت تطلع بالمناطق حتى السياحية اللي حرر الجيش العربي السوري. أنا بدي أتشكر وجودك معنا، شكرا لكل كلمة صادقة، وإن شاء الله بالتوفيق بالمشروع الجديد، وناطرين العمل للبيئة الشامية اللي عم يعكس حقيقة البيئة الشامية إن شاء الله بإذن الله بالكندوش. شكرا لك، وانت سالم، وانت سالم يا رب، والله يخلي لنا اياك، ونحن كثير مبسوطين بوجودك معنا. شكرا كثير، شكرا لك، ومع معايده